وحين حاولنا مد يد لهذه الأسرة كانت أصغر الفتيات والتي نالت القليل من التعليم عبر مركز لمحو الأمية وتحفيظ القرآن تتهجى ما تم الاتفاق عليه. هذه الرسالة من برنامج حيث الإنسان تم قبوله مشروعكم المصغر، وسيتم دعمكم بمحل الخياطة ليكون عونا لكم في مواجهة الحياة. ألف مبروك. سيتم تأجير محل صغير وتوفير 4 ماكينات خياطة حديثة بالإضافة إلى الاحتياجات اللازمة لبدء مشروع تتولاه أم محمد وبناتها ومساعدتهم على عرض منتجاتهم في المحل. المختلف في هذا المشروع أنه عملي، لا توجد محل خياطة نسائية في المنطقة، وكل المحال يديرها ويعمل فيها الرجال، وربما يكون هذا العمل فاتحة مجال جديد للمرأة الحضرمية لتثبت أنها قادرة على الوقوف صامدة مهما تجبرت الظروف.